من رأيي الشخصي أنهم يلغونه عن الزواج من كل دول العالم، فقط يفتحونه حق السعوديات. الله، تحصل الشباب ما شاء الله ملتزمين، لأن المرأة السعودية سبحان الله تملك كل معاني الأنوثة بالخليج، يعني طغت حقيقة بالأنوثة عن الخليجيات كلهن، ما شاء الله عليهن، التقى والعفاف والغنى وكل زين معاها. وصدقوني من الرجل اللي بيتزوج سعودية ما بتحصلون، لو فتحتوا فقط حق السعودية ما بتحصلون سرابيت في عمان كلها نهائيا، كل السرابيت بتلقونهم من البيت للمسيب. فهذه ميزة جميلة ان تفتحون فقط حق السعوديات، الباقي تغلقونهن. فسبحان الله، يعني انا اشوف الخليجيات كلهم المفترض يأخضم من أنوثة السعوديات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.